متابعي قناة صوت الساحل التونسي، أهلا وسهلا ومرحبا. اليوم مشينا للسوق البلدي بمساكن وين مش نرصدوا آراء المواطنين حول الأسعار والباعة وتفاعلاتهم. تابعونا في الروبورتاج التالي. أي مرحبا بك. وبك أنت أكثر أخويا، صباح النهار مبروك عايشك. والله الأسوام البريود هذه طالعة شوية، غالي الحوت غالي بصراحة. معناتها بارابور الحالة اللي فيها البلاد الحوت غالي غالي. الحاجة الباهية غالية معناتها مش الكل. التريلي هاك تشوفها 26 27، كان فما القاروس طالب حرب 55، الكروفيت المويان هاك تشوفها 23، المقلوبة ب 22 مستانسة ب 17 ب 16، فما كان المربي سو مستاب القرنيت مستانسة ب 19 ب 18 أو ب 25000، والسردين هاك تشوفها ب 6000 7000 4000. مسكين المواطن التونسي يا خويا، مسكين المواطن. تو نسمع نقول يوم مثلا القرنيت مستانسة ب 19، علاش الصباح ب 24؟ شنو راجع السبب؟ على خاطر الشروة والحاجة الكليما والحاجة الطقس مش هو. هاك تشوف فيه ديما ريح أو 60 أو 70 كيلومتر، فهمت؟ وفما خويا فما بيريود يكثر فيها الطلب، معناتها تكون تشري كيما نقولوا تشري ب 15 تولي بار اوبليغاسيون تشري ب 20، يلزمك توفر أخويا. كيما تشتري غالي تبيع غالي، تشتري رخيص تبيع رخيص، حاجة أوتوماتيكة صح. أما يلزمك توفر، عندك معناتها مارج معين تخدم بيه، وعندك معناتها كليونات معينين يلزمك توفر له. كوت كوت أخويا، نهار اللي يجيك مثلا أخويا، نهار اللي يجيك ما يلقاش عندك سوبوزون تريليا سر مناني جغالي دنديق، يبدلك بلاصه اخرى. عنده الحق المواطن اللي مستانس باللوكس، يلزمك وين يطلبك توفر له حاجه اوتوماتيك. كلكو السؤال اللي معناتها البرودوي، كان لحم كان خضره كان حوت ما نعرفش يعني، فهمت؟ سورتو كي تبدا مثلا عندك كونتاكت دي ريستورون، فهمت؟ ولا حاجه بمعامل، حاجه اوتوماتيك، فهمت اخويا؟ نهارك زين. نهارك طيب. نرى فيك قاعد تغزر الاسوام، تتفرجوا برا. نتفرجوا برا. هما توا اليوم يستماو راخفين شويه. اي توا برا مش شنو مش تشري ولا؟ يمكن ناخذ شويه شلبه. شنو ناوي تصنف لنا بالشلبه؟ ها؟ شنو ناوي تصنف لنا؟ فاهم كسكسي. لا لا لا، صحة وبالشفاء. عايش وليدي، يصلح حالك. مرحبا بك. وبيك عايشة. يا سيدي قل لي ايش رايك في الاسعار اليوم والجو في المرج؟ والله نار هوني. الاسعار نار. نقعدوا نتفرجوا ونروحوا برا. هكا هو نتفرجوا ونروحوا. وين هي القفيفة؟ مش وليت نشوف الساشيات القفيفة وين؟ شوية ما ذماش قف. ما عادش يا حسرة والله. يا حسرة. والله بالحق. ها؟ ما عادش. بدلنا القفة بالساشي. بالضبط. نهارك زين. صباح الخير. هاي لالا نرى فيكم بكري تقلب، شنو ناوي اليوم تصنف لنا؟ والله مش طيب مرقة خضرة. مرقة خضرة. الأسوام تو طاحتش شوية الأيامات. والله ماني خالطة. والله أمورنا على الآخر على الآخر. تعبي ماناش خالتي. صراحة برشا غلي برشا مع الزواري خالتي. هنا سايسة في روحنا ككبر. ربي يفرجوا بر. الواحد يسايس روحه بر. كل يوم أنت من عاداتك تابة تكل المرشي. لا والله العظيم عندي تو كنا شي 20 لهبط، ما هبش كل يوم. اليوم أنا هبط نقاش كيبات حوت نقاش طريف دجاج مقطعة كهو. هكاو على قد فلوسي بر. والأسوام هي هي. الأسوام لا. الأسوام غالي شو راه صلب الفيل. والله العظيم مستانس الخضرة تقطع لي من الدار، يا تو داري فارغة من الخضرة. قسم بالله فهرس بصل. ماش خالتك. ماش خالتك حتى. وراجل كبير أقسم بالله ذو مليون مش يقصوا عليه. وحوال تشكر رب ما عاد حد تلفت لحد. ناس تعبة والله، عندي طفلة ما تضرب ليش. أقسم بالله العظيم حوال تشكر رب. ها تو ندور في الحوت مش تشتري فيه 13 و14 مش تشتري.
كان لقيت كيبان تحط رخاص علاش ناخذ في الدجاج مقطع وكاهو. والله هو تو هاو جا سؤالك هكا على الطاير. الحوت قداش عنده ما دخلش للدار؟ حوت والله قسم بالله لا نجحد على ودي وقسم بالله كان في الشهر ولا شهرين لا تخلي دار. معنى قبل كنت كل نهار نجي نهز فريجداري نفرغش والمصحف نحسبك ودي فريجداري لا فيه سبب. ما نحلفش ما نحلفش نقش فيه قرفل. ما عادش ما عادش عاد خضره ولا عاد حوت ولا عاد ما عادش. الدجاجه طاري 15000 حتى الدجاج مع الشاري. ما مانيش خالطه مانيش خالطه وراس وليدي لاني خالطه. ربي يفرج بر انا صابري عاد منع هكا. الله المستعان. الله يعينك خويا. خويا محلاك التبسيمه ومحلاك هكا. تبسموا بوجوهكم ما تبسموش مرحبا بكم اخويا وربي يعينكم تفضلوا. هاي نهارك زين. نهارك سعيد يا خويا. بابا نغزل لكم بكري واقف قدام الحوت. وتتفرج شنو على الاسوام ولا مازلت تختار؟ لا على الاسوام عمره ما صار سنين. الاسوام الكل غاليه. كنا ناخذوا بالسردينه ب 2000 وب 3000 تو ب 5800. ايش مش كل شيء غالي وكو. واللي تو حتى البرنامج كامل نتاع شنو كون الواحد ناوي اليوم شي يصنف يتبدل كي شي يشوف. بالطبيعه يتبدل كل شيء يتبدل. مالا. بالنسبه للخضره والواحد معناها شنو تحتش شويه لا يمت. الخضره هني وبرا في الحي هني غاليه وبرا. هني عندنا في الحي هني غاليه وبرا. تو الحي التجاري هذا غاليه الخضره عندنا غاليه في الحي التجاري وكو. ما نقولكش في البلايص الاخرين ما انا في الحي التجاري يعني 34 عام كنت في الحانوت غاديك كذا سنين نخدم بالخساره بعت وخرجت 34 عام في وسط الحانوت انا في الشفا غاديك كنت خضار 34 عام خدمت فيه وخرجت ثلاث سنين نزيد من جيبي في الحي هذا ملا كثر نصب وكل كل واحد ولا حل نقبه كل واحد ولا خضار كل واحد ولا خضار الحي ميت تكتب في 4 كعب هذا ما يتسميوش هذول فهمت هو لا لا وكثر الاحوان زاد وكثر ولا في السوق زاد عندنا السوق الوطني يخدم تمشي تلقى ما تنجمش تعدى وهنا سي مات تقول 34 عام في الحانوت غادي نخدم خضار ثلاث سنين نزيد من جيبي تو ما فهمت شنو الاسباب بما انه تو معناها ولا فما ركود لهنا شنو السبب من الغلاء من الناس ولا تهبط لبلاصه اخرى من الغلاء الحي غادي تسمع الغلاء وكو ثم جاوك عباد جدد كنا قبل لباس علينا جاوك عباد جدد فنصب جدد هذولا يشريو بلفي يحبوا يبيعوا بلفين فهمت تو يحبوا يربحوا 100% وكو اليوم رسمالي 45000 بعد 30000 رسمي لي 45000 بعد 30000 سلقوا بعض نوز وكل ما فماش خدمه ميته المرشي مش هو والناس الكل خايفه من الكورونا وخايفه من واحد وربي يسهل وكا معنا ما نعملوا اخويا كا وديما نخدموا كيك احنا شويه خرشه شويه معدنوس شويه سلقوا ديما الناس عارف تعرف رات معدنوس ب 3000 ما ياخذوهاش 4000 يقول لك غالي 500 يقول لك كورونا هكا ولا غالب احنا هذيك هي المعيشه سيركوي كامله راهو اخويا كله تبع بعضه كالزازار كالعواد كله تبع بعضها راهي سيركوي كامله ما يخدمش معدنوس ما يخدمش الحوت ما يخدمش الدوار ما يخدمش كل شيء هذيك هي تبع بعضها راهو كل شيء تبع بعض حزت معدنوس 500 غاليه 300 غاليه 400 غاليه هكا هيك هي تونس تو هكا هو اخويا احنا مع القانون طبقوا القانون طبقوا القانون هيك هي اخويا الخدمه نهارك زين نهارك سعيد اسمع فيك الله يفرج وبر يا خويا الله يفرج علينا والله مش التالي ليس القدام قولوا واش تتفرهد الاحوال نزيدوا نغرقوا والله العاد الواحد يتفرج ويغزر ويتعدى ما عادش ينجم تحب له الا يخلص مليون ونص تو بالسي باش يتسمى يا ربي يبدا عنده ربع شي قراهم لم جبرك ما تشوف بغلاك اللي تي ذاك الواحد ما عادش يوصل باش يوصل فهمت هاو ضو هاو مي هاو كذا هاو تليفون في جيبه هاو كذا ما عادش يا حسرة تو والله العاد ينجم يشري باش يبني حتى ارباح خروبة ارض باش يبناها العاد ينجم باش يوصل التراس شو اللي ياخذوا بعضهم كاكاو ويهملوا كيما يهملوا برا باش نرجعوا لك لك الجهل نتاع قبل لك اللي كنا فيه القديم ما كان شيء يعني الجيل نتاع تو مسكين كيفاش يعيش والله على الشيء هذا مستحيل باش ينجم يعيش فهمت حسب رايك شنو الاسباب نتاع الشيء هذا؟ الاسباب هو تجي تخرج حكومه تجي حكومه نقول له تو نتفردوا تجي حكومه نزيدوا نغرقوا مش نتفردوا شنو اللي ريناه فرحنا فهمت؟ كل يوم تسمع ترى نوع جديد هاو يتعاركوا هاو كذا هاو الاحزاب تاكل في بعضها هاو شنو اللي ريناه؟ انت ريت حاجه باهيه كريت حاجه باهيه قول لي ما فماش
نكرر له الجهه الطيبه هذه ومازال فما هكا مازال الخير اخوي. الحمد لله احنا كي الحمد لله كيف عشنا احنا عدينا وقتنا تو نتسميه تو لا يوصل ل 60 و 65 و 70 يتسمى هكايا دبرها. اما مسكنين لا طالع هكا جيل الصغير هكايا هكا يشري طرف قاع ويبنيها ويعرس ويوصل مستحيل. عالشيء اللي ريناه احنا فهمت يعني نعرف اللي كنت قبل ب 10,000 تقضي والحم وحوت وتقضي وتروح تو حتى ب 30 40,000 عاد تقضي لك. فهمت انت قداش تخلص الخدام 30,000 تقضي لك انت تو كتب وكرارس وصغار ويبعثوا الكتاب ولا لك كان ب 1000 فرنك ولا ب 5,000 فرنك تلقاه عنده خمسه منيش يجيب لهم شي يسرقه شي يخطفه ما يوصلش ما عادش يوصل. مسكنين والله مسكنين يعني والله هاك ليله غايضين هاك الجيل هاك فهمت وش يقعدوا كي شو وليوا عرق وليوا يسرقوا وليوا كذا ما يلقاش ما ياكلش في الشام كي هي قطوسه كيف الجوع تخطف وتهرب لاولادها تغزر لاولادك كي جوعت نجم باكو حليب ولدك ما تنجم تشيره له تقعد تغزر له وانت ولدك مش تعمل ترى ربي جريها عصلي هكا هو يعني هذاك سقو وربي هو اللي خلقها هو اللي اولى به فهمت احنا ما نجمو نعملوا شيء لا احنا لا حكومتنا لا يعملوا حتى انا اللي يحكم فيها انا عارف زين اي اسمع فيك من بكري اللي تحب تفوح يا بابا هيا اعطينا باش نفوحوا انا كان ميزيريا سلقوا المعدوس عندنا والكلافس كاو تشتاق مش السوام السوام ما باهي اما لكن الدنيا ميزرة شوية السوام مقبولة ماش اما الدنيا ربي يفرج حالنا برا كاو يعني نشوف في الفاح مازال تو الناس تقبل تشري الفاح ولا الناس تعول ولا على انت تو حسب رايك يخلى بعض شويه شويه الدنيا ماش ريحه ماش ريحه ما ثماش خدمه لا تذبحك ولا تجيب شويه شويه الناس تقصد شويه شويه ناس قد ولات ثماش كل حاجه لما ياخذ لك ولا باش يخزن لك شويه ياخذ لك 100 جرام 50 جرام كويس حمص حزيمه مع الدوس ما يعبيش العلاقه ب 5,000 تاع شكشوكه ما يعملهاش وربي قدر 5,000 تعمل شكشوكه تو ما تعملهاش كاس حمص ب 800 كاس فول ب 800 حزمه سرق وحزمه ما عدلو زيدوا بصل ب 2000 فرنك وربي يفرج الحال الله مستعان سامحني قصيت لك على فطورك مرحبا بك عايشك يا سيدي اعطينا فكره تو سيدي شويه على البهارات والاسوان والله يا ان شاء الله البهارات في متناول الجميع والعباد فارغه ما عندهاش فلوس والله الناس خدم ما فماش البلاد حابسه الدنيا حابسه ومن معناها عندها مده هكا الاحوال هكا معناها ناقص شنو السبب نتاع ناقص اليوم الشاري في هنا في المارشي الشاري ما عندوش فلوس ما عندوش فلوس الخدمه ما فماش الدنيا حابسه ما فماش تغيير الناس تعبت ولا حوارات الواحد مازال فما اقبال عليها الناس ولا تعول على رويحاتها في الدار والله فما قبل كان وقت ماس معين فهمت اما مش ديما هني مثلا في مساكن كثرة برشا يبيعوا في الحوارات ويبيعوا في الوعد ثم وجدت فتره بدا يحكي يقول لك الحوارات وفهمتني والكليل والزعتر باهين للمناعه والواحد بدا عليهم شويه القبال وزاد طلع صومهم ولا لا هو صومهم الثوم كان طالع صومه بط لا انا حاب نسالك حاجه عندي زميلي مراد يحب برشا البخور نحب سيدي نسأل كان على الأسواء الجاوب قداه الجاوب مادي جرام بالفين أنا الجاوب بالفين يا مورا مادي جرام بالفين وديت المادي جرام بالفين ومخلط هكا سيدة المادي جرام بالفين مورا كل قدير وقدره حتى الواحد يجي يقول أعطيني بلف ولا حاجة يا أخي آه يا أخو كل قدير وقدره الناس كلها تقضي أنا يا مورا ديجا لنا المساكن بلف فرنك يحب البخور أما الناس كثرت برشا حوارنا بعد توكي 10 متر تلقى حانوت يبيع في الحوارات ويبيع في الواحد طلب الحوان برشا والعبيد ما عندهاش فلوس خليتك تعمل دورتك ياري وري رجعت هي لله في بالنا مش نعملوا مرقه خضره هذه هي ولا مش نقطع الطرف الحته دي عدت السبع على ثاني مش حته دي وهذا قداش طلع طرف تلال 2300 نحب ناخذ كيلو اما ما نخلطش اعطاني 20,000 مش يخدمش ترجع كبير عطاني 20 وين الشبابات والله وصلت نبكي امس قسم بالله نبكي انا ما نكذبش عليك مش نقول لك ما عنديش ولدي عندي كل حد في روحه ما عادش حد ضبط الحد امس ما كنتش باش ناخذ خبزه وليت نبكي انا مشيت دبرت 20,000 سلفت يا اخو في 200,000 في الشهر نستلفها من قبل نجي المال
يموتوا فيها من ناحية فيه. طيب هذه مش شبه هذه ترى. حوت تحب ناخو ما تنطوش الحوت. شد في ربي. شد في ربي الواحد يسلم مرة لله هذاك هو. وربي يكون في العون وبر. وربي يطبين. طيب هيا. يعطينا فكرة أخويا اليوم على التفاح العسل وكالدقلة. هذه التفاح عسل المشكلة فهمني ولا العباد ما عادش واكلة تو سي. عاد فما شيء عاد حتى حد يزوز المرش كي تخرخص في الأسوام وكي تغلي في الأسوام هي الحكاية. هي الأسباب الناس ما عادش تحب تجي للمرشي. طبعا العباد ما عادش عندها فلوس إلا كان ياخذ لك في زوز كيلو ولا ياخذ لك في رطل وفي 700 جرام. ما عادش. سي العباد فهمني ولا هي كي سلسة مربوطين الناس كل ببعضنا راهو. تراها اللي في المتناول تو مثلا دقلة ب 3000 التفاح ب 13% في المتناول. المتناول ما فماش شري. ما فماش وكيل ما عادش فما وغدوا باش نبيعها بدينار اني هذيك ومن بعد نبيعها حتى ب 500 فرنك. عادي. نخسر فيها فهمني ولا اخر ما لواحها الكل. يلا غالبه صاحبي شو مش نعمل؟ هاي الناس كل غارقه مش كناني برك. خضرها الترافال كل كي كلا عنده الليكس كلا ما عندوش الليكس. كلهم غارقين. الناس كل غارقه. وعلى ذكر زاد تو الخضر. الكراوات. مع البلديه الواحد في الفتره تاع الكورونا قاعدين يراعيوا ولا لا؟ والله ما نكذبش عليك يراعيوا الحقيقه نتاع ربي فهمني. كان جات مثلا بلديه اخرى ولا حاجه تنجم فهمني لا تسحب لهم رخص ولا اي حاجه وكانت فما مرايا فما فهمت حق قضيه تقال انا صورنا شفنا في بلايص اخرى اني يعني نفق حد ولا نخاف من حتى حد راهو فهمت كيفاش. اما هذاك الله صاير اخويا برجوليه ما نكذبش عليك فما فهمني ولا تلقى فما شكون عنده حتى عامين وثلاث سنين راهو مش مخلص راهو فهمت. والبلدية ساكتة عادي حتى الساعة يفرج ربي وكاو على الناس الكل يا صاحبي كاو. هو قسم الناس هذاك مش يجي يقتلوا قسمه صاحبي ما يجيش ديجا هما يعرفوا شنو الظروف توكيل تعدى بها البلاد وكل شيء عادي يقول لك اخويا ما عندوش سي نورمال عادي يا اخويا. نعنو في الجوله نتاعنا وسي توفيق من بكري هو يتعدى ربي يبارك لكم ربي يعينكم رب. سي توفيق 42 عام في التعليم ها المربي هذا وقمنا المعلم وبملي خدمت 20 مؤسسه تربويه بديت في 3 ولايات مختلفه فهمت وكملت في معهد الفتيات بسوسه كملت وخرجت كو اجيال معناها تلمستي توكيه معناها اطارات كبرى وزره مديرين جهويين نتاع مستشفيات نتاع الكاف تلميذي نتاع جندوبة تلميذي الكل تلمثي الله يجعل منهم الكل ويسرهم ويعطيهم بالوقت الطيب. تحية ليك انت ولكل اطار تربوي يخدمها بضمير عايشك ربي فضلك وكلمة كلمة للشباب نتاعنا طول للشباب ننصحوا باش ديما يحافظ يكون وطني غيور على البلاد بخلاف هذايا راهي تونس عزيز علينا راهي تونس دموعي مش تهبط عليها نحبوا ديما نحافظوا على بلادنا بخلاف هذايا ما فما حتى شيء نضحيوا مسألش نضحيوا وتو إن شاء الله ربي يجيب وجهنا للخير فهمت ويجعل منكم ويستركم وانتم الزوج ودموعك غالية 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 بركة وغالية خدمنا أنا خدمنا في عدة مسؤوليات الحمد لله الحمد لله وكنا معنا ديما الإنسان لابد باش يحب بلاده قبل كل شيء وحب الوطن من الإيمان زايد انت وربي سهل ربي سهل في كل ما هو صعيب الله يخليكم هاي لا مستعان الله يعينك الله يخليك يا شباب خليك هاو الشباب اخوي هاو الشباب راه مش الكل معناها ها مش مسؤولين هاو الشباب اخوي ومحلى تحيه ليك اخويا الله يخليك بارك الله فيك كاين فكرك الاسوام حسب انا في الوضع نتاعنا هذا وتقى كل شيء موجود واحد يقول كان الحمد لله الشوال كل موجود مي شنو
تقعد معناها كل شويه معناها كل حاجات الغاليه شويه كما كل بقلوتي كما كل واحد هم معناها مش في وقتهم هذوك غاليين بينما الاسهم كل معقوله من 600 ل 5000 والزوال ياكل ولاباس والواحد يقول الحمد لله في البنات في الوقت هذا وياكل كل شيء هيك يقول الحمد لله وكا البقلوتي هو بدا يطيح تو 5800 ماله الحمد لله كيف كيف ولا انا ناس كاو ماله ما دام مش في وقته كاو هذاك تلقى غالي شويه من باقي الكل لاباس الزوال ياكل ولاباس والحمد لله الحمد لله بقيش سوق كل نهار وقسمه ولاباس نعيش ولاباس انا كنا مره 50 مره كذا ولاباس يحلها رب هاني زاد نعاودها مره اخرى هاو الشباب سيدي راهو مسؤول ويعرف يتحدث هاو ما احلاهم هكا شبابنا راه ماهمش معناها الكل راهو كيما قاعدين تقول اخويا ربي يعينك راه نجيب لك القسم ونحييك اخويا تحيه لي عايش نهارك زين اخويا كيف الدنيا مرحبا بك سيدي هاني من بكري قاعد نشوف فيك تعمل في جوله لهنا في المارشي قلت ولا بدي تقضي تعمل طلع على الاسعار من الاول ولا كيفاش تخلي لاخر وقت والله نخرج على باب ربي الصباح ما نعرفش شنو ياخذ بالضبط نعمل دوره صغيره وبعدك نقرر شنو ياخذ والاسعار ما عادش فيها نقاش الناس كل نفس الكلمه نفس الناس كل نفس الراي الناس كل ما عادش فهمت ربي يحفظها البلاد هكا ما عندناش تفسير للاسعار ما عادش تو جاسر الاسعار خاطر الناس كل تشكي من الاسعار ترى فيهم في التلفزه في القنوات في البلاتوات في كل الناس كل تشكي من الاسعار نتاع المشطة للناس المحدودية الدخل وكل شيء العبيد يولي ما عادش نزيد تعليقي ما عادش يزيد فهمت هو لها فما تعليق اخر راني برشا لهنا نسلم يقول لك راني خرجت على برنامج معين نتاع قضيه باش نشري كعبات حوت شن طيب كذا ندخل للمارشي يتبدل الفكره كامله والله نفس الكلام معناتها نخرج نعمل دورك بكل شيء وبعدش نقرر شنو ناخذ بالضبط فهمت سيدي مالا نخليك تكمل جولتك وان شاء الله شيء طيب ان شاء الله معرفه طيبه ان شاء الله ما كلش انا الخير والبركه عندنا بطاطا باهي بدينار 80 تو البطاطا طاحت على الايام الاخرى ولا تجديد انا البقلوتي اذا سمو طاح ب 4.5 ب 4.5 ب 5 شفته ب 5.8 غادي علاش مش كيف كيف نشوفك السلعه ها ايوه باه انا سفنيري بدينار بسباس 800 طماطم ب 1500 كهو الكرم 980 انا شروبه من 1200 انا الغله شوف كان تحب نرسل لك شنو هي الغله تحب انا الغله هو معناها على حسب انا انا العربيه 2000 انا الشنوه ب 2200 انا الحلوب 2500 بلاش كلوب انا تمر به ب 3.5 انا فراس انا الانزاز ب 4.8 الاناناس ب 5000 الكعب تو الاناناس هو الفلفل اغلى منه ريته في بلايص اخرى الاناناس كان الاناناس كان ب 8000 كان 6.8 جمع التالي في الاسلام ما خدم حتى 7 البقلوت خد كان هو حرب يعني عندي سؤال سيدي على الاناناس والكيوي نزرعوها احنا لنا لا لا منين يجي يجي من البر كلفوا كاع احنا هنا من البر هاي مسكره الحدود هذه ما تكاو تهريب مال ما تتزير وجيبوها الكل في مات كاو اخويا ربي يجيب لك عايشك عايشك ربي عينك عايشك يا الحميم صباح خير صباح خير اخويا شنو شريت لنا اليوم شرينا طرف حوت شرينا طرف حوت شنو خذينا بالضبط مرجان خذينا المرجان تو سومو باهي غالي غالي ما واش خذينا نوع عاد نول انا خذينا ربع كعباتك ولينا بالذواق بالذواق نفرجوا عليه وفر شمو خذ والله هو بابا حتى على سبيل الدعاء فمش كون نقول لك ولينا نصوروا معاه الحوت صحيح بالحق بالحق اسمع عجبتني زاده من عند المهندس من عند خونا قال شمو خبي اي شمو خبي والله شمو هكا ولا الحوت مسكين الزوالي بالحق مسكين الزوالي ياسر اللي عنده ثلاث صغار ولا اربع صغار مسكين والله مسكين سردينا 5800 ليه يا رسول الله باه انا يعني منعيش هنا يا دكار نعداها اللي يعيش هنا مسكين في الشعب معناتها حتى الشهر ما عادش لاح حتى كي يخلص مليون ما يلحقش برجوليه حتى كان ياخذ مليون في الشهر ما يلحقش وخاصه كان يبدا كاري عاد كو والله يحصل العاقبه الله يحصل العاقبه الله يحصل العاقبه نحيو شابو باش يعرفونا نارك زين هاي برك هو ذاك المازال الواحد قريب عيال كل حد سيدي المعيشه غاليه وكل شيء غالي وعاون ترى تيب لازم يخرجونا ولازم معناها يتصدوها مع جماعه اللهفه هذولا فهمتي والزوالي ما عادش عايش وما عادش لاقي راحو فهمتني وماذا بينا يراجعونا التسعيره هذه وكل شيء التسعيره هو يقول لك فما برشا اسباب معناها راجعت كان الحوت نو وكان الخضره مش في وقت لا 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 كل شيء احنا كنا قبل فهمتني كل شيء ما راجعينها والتسعيره كل يوم يجيو عوان الترتيب وكل يوم يدوروا وكل يوم ياخذوا الواحد التواصل تاعهم وكل يوم يطلعوا عليهم تو ما عادش جاينا العوان الترتيب هذول وكل واحد يشي يبيع على روحه كل حد ما انا حاجت 100 يبيعها ب 500
فهمتني ياسر علينا وحنا ما لقينا ما نشدوا. يقول لك السلعه تقعد ملوحه، راني قاعده السلعه ملوحه وماهيش ملوحه، ولا عنده الفلوس يشري ولا ما عندوش ما يشريش، يقعد يتفرج عليها بعينيه ويطلع. فهمتني انا نظر في واحد هذاك طالبين منهم احنا تو في كل شيء، حتى في المواد البناء زي المواد البناء زاد غاليه. فهمتي لازم زاد ينتبهوا لها وزاد يطلعوا لهم الواحد. وفما شكون مازال يخمم يبني تو باش نبني، ما نمشي بيت في الشارع ولا شو مازال يخمم، مازال يخمم باش يبني ويخمم باش يشري فرض، ما نمشي يقعد 200 مش يقعد قاع. تقول هذيك الاسباب الاحتجاجات والاسباب الواحد والعم. انا الاحتجاجات هذه اللي صارت انت معاها ولا ضد؟ يعني شو معاهم ولا ضد؟ الاحتجاجات توا اللي صارت ليمات الاخر معاهم، مش مش ضدهم، معاهم الاحتجاجات خاطر مش بالتخريب عادوا بالواحد مش بالتخريب وبالسرقه. لا مش تخريب ولا سرقه، لا لا ما هو تخريب ولا سرقه. فهمتني باقينا ما نعطيوها حتى لك الليجان نتاعنا والواحد أي. احتج اخويا وتنجم الطالب وحقك هذاك، اما ما نتعداش على ملك الناس ما تعديش. الله غالب بعد الواحد كذا جيعان في يعمل لا يا زلمه ما نبرروش، مش الجوع نوصل نتعداو على ملك الناس. ما يلزمش الله غالب بعدك ربي ربي يهدي كل جميع وعلى كل حتى خليك تكمل جولتك وان شاء الله من بعد باش نمشيو نتعداو نفطروا بحذاك. هي نسكن بعيد يعني طرتنا صحيح تفضل اخويا هاي نسكن بعيد هاي اخويا ان شاء الله نهارك زين. الله مستعان. الله يعيشك اخوي الله يبارك فيك. كان جيت توا سيدي ونشوف فيك هكا كالتبسيمه وكالتفاؤل محلاه. واسمع واحنا رانا توا معنا موجودين بحذا صديق المواطن اليوم اللي هو الدجاج، وما ادراك ما الدجاج. شيء ما ولا غالي وما عادش صديق المواطن بالحق. الزوالي مشى في العفس وربي حرك اسباب وربي يهديهم علينا وبرا وكل نقولوا احنا ربي يهديهم علينا هكا هو. لمن مات ولا هاز معاه فهمتني. معنى ثم مثل يقول لك اللي تبني وتعلي ما توصل للسحاب، لازم تمشي وتخلي وذوب كل تراب. هذا فهمتي قد ما يبني وقد ما يعلي وقد ما يلم فلوس وقد لازم باش يمشي ويخليه. فهمتني ويقعد في قله الرحمه ويقعد فهمتي في العذاب في العذاب معناتها لقيام عيسى. ولهذا يلزم الانسان فهمتني يرخف شويه فهمتي ويسخف على خو الزوالي وفهمتني ودين الدين تربي كان نقول. الواحد ديما يقطعش الامل، مازال فما الخير في الدنيا. واش نقول لك والله العظيم ديما الانسان متفائل الخير ان شاء الله فهمتي. احنا نقولوا فهمتي ربي فهمتي يسلك على خير وربي يقدر الخير وكاو كنا نقولوا احنا فهمتني. وربي يهديهم على ربي يهديهم علينا وبرا وكاو هكا نقولوا ربي يهديهم علينا. عايشك اخوي ربي يعينكم الله يبارك فيكم اخوي. برشا تو نسمعهم قاعدين يقولوا راهو الاسوام قاعده طالعه الايامات هذيا في الدجاج ما عادش لاحقين. شنو راجع سبب نتاع غلاء الاسعار في الدجاج؟ والله اش باش نقول لك، زيد فما راهو خاطر ريت المشاهد فارس ديما ما يعرفش شنو العباد تعيش. خاطر اوزن لي تو احنا السلعه كل يوم ويومها، كل حد يوم نجيبوا حاجه جديده. دونك زيد اذا كان يعني انت ما تحب توفر زيد الكميه هذيا، يعني عندنا كل شيء موجود متوفر، كلك سوا دندون دجاج، عندنا المفوح فروماج وكل هذاك هو اللي يحكم لنا في السوم. زاد عندنا برشا شارج، عندنا برشا، عندنا سي محمود واقف لنا، عندنا زوز منا، زاد عندنا ملتيل شكون زوز اخرين يخدموا. يعني الشارج هو اللي يحكم ساعات في الاسواق، كلك سوا عندنا احنا ولا عند زملائنا اللي لنا في المرشي. هذاك علاش الناس الكل، هذاك علاش ديما الاسواق طالعه ابار زاد انه الوحده القدره. سي محمود قال لك القدره الشرعيه ها سي محمود عامل كونتابيليتي قال لك قدره شرعيه بتاع المواطن. زاد عنده فكره كبيره. اسمعني في كلمه سيدي هكا تو، ربي يجري الامور للصلاح وربي يعين الناس الكل. فهمتني وهذيا هنا الناس قدامك قدامهم، قول لهم اخويا جاو تحركوا شويه اخرجوا لمارشي. كيف عاود لي عاود الناس اللي تتفرج فيه قول لهم اخرجوا للمارشي يا اخويا تحركوا واخرجوا. شنو ما زاد يخافوا على الكورونا وكذا وكالاختلاط. على ذكر الكورونا وين بفات؟ شنو؟ هاي ربي ربي عين مرحبا بكم الناس الكل وربي يعينكم وربي يجري القسم على الناس الكل وان شاء الله ديما فرحانين. نهارك زين. نهارك زين. هاي لالا شنو خذيت لنا تو الفطور؟ هو شويه بروشيت ان شاء الله، شويه نصنفوا بهم ان شاء الله. ان شاء الله مش شوي واهم نعملوا خبز طابونه. اي ان شاء الله. هاي فكره معنا نعطيها اللي قاعدين يتفرجوا فينا، نشويوا البروشيت، نشويوا شويه طماطم، شويه فلفل، شويه بصل، وخبيزه طابونه ان شاء الله في الصور ان شاء الله. اليوم نهار مزيان. اليوم نهار في الصور ان شاء الله. ان شاء الله. ما مريره استدعانا بحذاكم غادي للصور. ايه بيك في كل وقت. عايشك يلا. شيء طيب. عايشك بارك الله فيك.
جاي قلت هاي برا خلينا نمشي هنا بشوش الحم عندي مديد اخوي عليه تو فما القبال اخوي على الحم فما ناس تشري الحم ربي هذا سؤال رانا ديما يسالوه قريب مش كيما قبل لما ناقصه قريب ناقصه مش كيما قبل ناس كيما القدره الشرائيه نتاعهم نقصت هاك قبل هو حتى تو على ساعه ما في حالوش يجي باش ياخذ هكا تريفه والواحد معناها ساعات انا نراعيوه ب 4000 فرنك ب 5000 فرنك فما يقدروا بخاطرهم تبع المواطن انت ما يردوش يتبعوا ما يحرموش انت وكذا تحسن القوة كيف يقول انت كذا تحسن حسب رايك انت شنو الحل باش نخرجوا في الوضعيه هذه اللي عايشوها في البلاد لازم يركزوا على الفلاح يركزوا ودعموا الفلاح ودعموا الواحد باش نخرجوا من الحل هذا ما دام فيها تهميش فلاح ما نخرجوش اذا الفلاح يرخصوا له في العلف ودعموه باش نخرجوا اما هيك لا هيك هيك لا فلاح مضروب والمواطن مضروب فانت كي دعموا الشعير يدعموا العلفة دعموا واحد يرخص الحم والمواطن اللي قادم فلاح فهمت الفلاح يوقفوا لها هذاك الحل الوحيد مش خايف على روحك ما قربة فيه والله ما سمعنا حد مش خايف على روحك خايف وهو نحطها حتى تو عندي هواي بيجيب اخويا اي يعطيني فكره سيدي على كل الاسواق ما فهمتني وخيرات البحر العظيم صلي عني بي والله يتسمح وشعبي فهمتني وربي يسترنا تو سردينا قداش تو؟ تو عندنا ب 3000 وعندنا ب 4.8 فهمتني عندنا بصلي عني بي وراته بحريه هوني بحب ب 12.5 عندنا الشلبه هوني ب 5000 فهمتني والله الدنيا نوى البحر خويا البحار قال لك ما نلعبش بروحي واحنا تو رانا نشريو من البرد احنا تو العباد يقولوا هاي غاليه هاي غاليه السلعه واحنا نشريو والله كيما البارح قسما بالله البارح وكلام ربي طلعت خاسر 30000 الا غلب ايش باش نعمل اللي عنده عيله ولا عنده وعدنا شغلت الدار وربي يسترنا بجاه النبي ياك وربي يسترنا يا اخويا بجاه النبي كانت هذه جولتنا بالسوق البلدي بمساكن تختلف الاراء ما بين الشاري والبايع ولكن تقعد الكلمه يفتح الله ربي يجيب القسم الناس الكل